بلد شرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى. واتفق على دخول الجيوش العربية بمجرد إعلان الدولة الإسرائيلية يوم 15 مايو سنة 48. يعني كان هناك اتفاق عام ان الجيوش هتتدخل، ووصلت الامور الى ان حصل تنسيق بين رؤساء اركانات حرب الجيوش العربية بتحديد مهام كل جيش على حدة. كانت ترمي خطة الجيوش العربية الى تقدم الجيش المصري من حدوده في رفح الى الشمال نحو تل أبيب، على ان يناط بالبحرية المصرية مراقبة السواحل الفلسطينية. يتوجه قسم من قوات الجيش العربي الأردني نحو بيسان ثم العفولة، بينما يتوجه القسم الآخر من قلب فلسطين بعد احتلال القدس جميعها إلى جنين. يتقدم الجيش العراقي من أربد إلى جسر المجامع، ومنها إلى بيسان ثم العفولة والناصرة، بينما يتقدم الجيش السوري لاحتلال صفد والناصرة، ويحتشد الجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة، ويتقدم منها إلى الساحل في اتجاه نهاريا. كان أحمد عبد العزيز يؤمن هو والقوة التي معه بأن تحرير فلسطين أو التخلص من هذا الخطر الصهيوني يمكن أن يتم عن طريق قوات المتطوعين وحرب الفدائيين، الحروب الخاطفة بقوات صغيرة محدودة بهجمات مكثفة على مواقع محددة، لأن التسليح والعتاد العربي لا يناسبه إلا ذلك، لأنه كان أقل قوة، والتحصينات أيضا العربية كانت أقل، وبالتالي حرية الحركة بالنسبة للقوة الفدائية والمتطوعين بتكون أفضل إذا لم يلتزموا بالأوامر العسكرية الصارمة التي تتحرك بثقل وبأوامر من خطوط خلفية لا تعرف الكثير عن الميدان. حين دخلت الجيوش الرسمية أصبحت هذه قوى المتطوعين عبئا على الخطط اللي ترسمها الجيوش الرسمية. دول حيبقوا تحت قيد منها، هل هيخش يحارب لوحده كده؟ ده فيه في قوات أردنية وفي قوات عراقية وفي قوات مصرية، ولازم يكون فيه قيادة. هو فتم الاتفاق نهائيا إن أنه هيكون كأنه جزء من القوات المصرية. يعني عندما دخلت القوات المصرية كان بيعتبر ده كجزء، وكان بياخد الأوامر بتاعته من الموالي باشا في إيه؟ في غزة. أحمد عبد العزيز خد مهمة غاية في الخطورة، يهجم قبل 15 مايو عام 48 للاستيلاء على جنوب فلسطين، وفي نفس الوقت يحمي الجانب الأيمن للجيش المصري أثناء تقدمه من العريش إلى غزة إلى إسدود إلى العالم. قبل وصول الجيش المصري إلى فلسطين كان عبد العزيز قد انتقل بقواته إلى غزة بهدف تطهير مداخلها لتأمين دخول القوات المصرية، وبالفعل قام بمناوشة وضرب المستعمرات المحيطة، كما قام بالاستيلاء على تبة علي المنطار التي سلمها بعد ذلك للجيش المصري. في ليلة 18 مايو ذهب أحمد عبد العزيز لمقابلة اللواء أحمد المواوي بيك القائد العام للجيوش المصرية في فلسطين. حاول قائد المتطوعين أن يجد لنفسه مكانا على خارطة الطريق إلى القدس وحتى تل أبيب. كانت المفاجأة أن القائد العام يكلفه وقواته بحراسة خطوط المواصلات. أحمد عبد العزيز كرجل معتز بنفسه بشدة، رجل عسكري محترف، وجد أن هذه المهمة أهون بكثير مما يمكن أن يوكل إليه، فرفض هذه المهمة. يبدو أن المواوي كان أيضا مؤمنا بأحمد عبد العزيز بشكل أو آخر، ولذلك سمح له بهامش حركة، يعني توصل معه إلى ما يشبه الموادعة، بأنه من الممكن أن تتحرك عسكريا طبقا لخطتك يا سيد أحمد عبد العزيز وعلى ميمنة القوات المصرية، فتكون لهذه الحركة فائدة بالنسبة للقوات المصرية. البلاغ الحربي رقم 8. أذاعت وزارة الدفاع الوطني البلاغ الحربي الآتي عن العمليات الحربية التي تمت بعد ظهر يوم 19 مايو من عام 1948. قامت قواتنا الخفيفة بتقدم جريء نحو بير سبع،
وقد لاقت مقاومة شديدة في بركة العمارة، وتغلبت على هذه المقاومة وتمكنت من اقتحام المواقع الدفاعية. وقد استقبل الأهالي الجنود المصريين بالهتاف لجلالة ملك مصر وللجيش المصري، رافعين الأعلام المصرية والعربية. بئر سبع، بوابة فلسطين الشرقية، الآن تنام ملء جفونها، يسهر على حمايتها فدائيون وقائد يفكر في جولة تالية. من مدينة الخليل أتاه وفد يدعوه للوقوف بجانب الجيش العربي الأردني للدفاع عن المدينة وعن بيت لحم. كان عبد العزيز في انتظار أمر من القيادة بالتحرك، لكن أمر مثل هذا ربما لن يأتي من قيادة يعتبرها هو تقليدية أكثر مما ينبغي، بينما تعتبره هو مغامرا أكثر مما يجب. المعلومات التي لدى أحمد عبد العزيز تفيد بتحرك الجيش النظامي تجاه المجدة، وبالتالي فهو يفكر في أن يتحرك بمحاذاته من جهة الشرق باتجاه الخليل. قرار مثل هذا ربما يسبب له الكثير من المشاكل. أولها أنه معنى التقدم إلى منطقة الخليل معناه مخالفة صريحة لأوامر القيادة المصرية، لأن يظل قابعا في منطقة بئر السبع لحماية ميمنة الجيش المصري. هذه واحدة. الأمر الآخر، التقدم ناحية الخليل، هذا معناه أن قوات أحمد عبد العزيز القليلة العدد بتجهيزاتها البسيطة تطيل طواعية من خطوط مواصلاتها، وهذا يعرضها للخطر بشكل أكبر. الأمر الثالث والذي لم يكن يعني أقل من ناحية الإشكاليات المثارة حول هذا القرار، يتمثل في أنه التوغل ناحية الشمال هذا معناه الدخول في منطقة نفوذ عمليات الجيش الأردني. أحمد عبد العزيز ربما أغرته سلسلة الانتصارات السريعة